لا ما طلبتش منه الزواج. انا نهار تعرفت اول مره مع نزار يعني شفته، كنت انا متابعه ديالو، كنت معجبه بنزار، واخا كانت عندي قناه تيك توك وقناه انستغرام، ولكن كنت انا معجبه بنزار. كنت نطلع مع الاصدقاء ديال نزار، كنت نطلع معاهم في اللايفات التحديات وهذه، ولكن نزار جامي. دونك انا ملي مشيت للمغرب تلاقيت مع واحد السيده عرفتني به، ملي عرفتني به يعني هذاك كان هذاك الاعجاب متبادل انا ونزار. عجبتني الحماق ديالو، انا ديجا كانت يعجبني كانت يعجبني، وبنت اختي حتى هي كيعجبها، يعني كيعجبها ك ك كفلونسور تيضحك تيدير يعني صافي. انا ملي ولكن ما عمري فكرت اني نتزوج معاه، فهمتي يعني ملي شفتو هذيك الساعه هذيك اللحظه وداك الشيء، انا عقلي ديجا صغير، انا واخا عمري يعني فايتاه ب 13 سنه، ولكن عندي العقل صغير، هو راه عقله كبر مالها باش مني، تصغر؟ ما مشات لإيطاليا، إيطاليا صغيرة فهمتي؟ فهمتي؟ عندي عقلي صغير، هو عنده عقله راه كبر مني، هو راه تيقول لي شي حوايج كنديرهم وكنرجع عليهم كنلقاهم بصح. دونك صافي وانا نتزوج انا حسمتي وياه، الكلامي قبل ما ندخل الحبس، كملي وانت خرجتي ما بخير. شاء الله. المهم صافي وانا ندير وانا نتزوج بيه وداك الشيء، دوزنا وقيتها وداك الشيء انا وياه، ولكن يعني في اطار البوز كنا تندير انا وياه البوز هادي. من بعد هو كنعرفي الشرحي، ماشي كنا كنديروا البوز، كنا كنصوروا اليوميات ديالنا تتصوروا وصافي، ومن اليوميات دوك اليوميات فوالا ديالنا درنا البوز سبونطاني. فوالا. انا في الاول كان عندي شك ملي تزوجت بيه، واخا كنت يطلعوا المتابعين تيقولوا لي راه باغيك على الوريقات وداك الشيء، انا الداخل ديالي عارفه تيبغيني، لان المراه كتعرف الراجل والراجل تيعرف المراه، ولكن بنادم ملي تيدخل فيك الشك تتولي تفكري. مي ملي خرج نزار من الحبس تاكدت بان نزار تيبغيني، لان الوراق جبتهم ليه، قال لي انا جلسي معايا هنا سيري ديري وجلسي معايا، قلت لي انا غير نصوب لك الوراق وجلس المغرب ونبقاو غاديين جايين غاديين جايين، راهم في الماريو والله ما مشى الموعد ولا على باله، وكل صباح كنقول لي نمشي انا وياك تيقول لي تيقول لي مخي وغنمشي، ما على بالوش لحقاش انا عرفت نزار ما على بالوش، كون كان على باله كره شحال هذا طبعهم، لاني انا كمراه انا راه ما غاديش يضحك عليا واحد صغير مني، غنعيق بيه واش باغي الوراق، غنعيق بيه واش باغيني على شي حاجه. نزار تيبغيني انا، ما كيبغي لا وراق ما على بالو لا وراق، حقاش كاع الصديقات المغرمات بنزار كلهم في الخارج، شي في بروكسل شي في المانيا شي في ميريكان، وجاو مورا نزار تاعياو، ولكن نزار اختارني انا عنده لقي مشكل انا وفي اوروبا وفي اسبانيا، وهما كيطلبوا فيه وكنلقى الميساجات كاتبين ليه، يعني تبيع عروسهم، تنقول معجبات هذه واخا تنشوف تيقولوا ليه نتزوجوا بي لان اختي، لان تنلقى في الواتساب تنلقى تيكتبوا لي تيقول لي طلق مالك ونتزوجوا بك، وحده قالت لي نديك اسبانيا، وحده قالت لي نديك بروكسل، وحده قالت لي نديك الميريكان، يعني هو كون كان باغي غير اوروبا راه غيمشي معاهم يطلق، شحال غتلاقى يكون كون طلقني ومشى معاهم لاوروبا.